شكرا نقولوا سنو التحقوا بين المشاهدين. الصبر اختي، اش نقدر نقول لك؟ الصبر هذا الشيء نقدر نقول لك. مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من المنزه ضواحي عاصمة الانوار الرباط. يعني البنات حدوا راسكم، هاد اللايف ليكم البنات، لانه هاد الشيء صعيب بزاف اللي ولينا تنشوفوا في المجتمع ديالنا. ولينا تنشوفوا ناس اللي كيجيو لتل داركم، تجي تخطبك اختي، تجي تقول لك باغي نتزوج بك، تقول لك انا منك ما نخلق، انت اللي عجباني، انت اللي بغيتك مرتي، انت اللي حبيبتي، انت اللي بغيتك زماني، انت اللي بغيتك. ديك الهضره كامله. وكاين اللي كيجي تيخطب بحال الحاله دابا ديال هاد الاخت. هاد الاخت ما كانش شي حاجه ديال الحرام مع شي شاب، عمرها ما كانت ماشي حاجه ديال الحرام مع شي شاب، بل جا خطبها، تزوج، بغيت تزوج بها. في اخر المطاف خوتي المغاربه تتكتشف بانه تيتفلع عليها وما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء. اكثر من هذا، نتج على هذيك العلاقه اللي بيناتهم وخاطبها بعلم دارهم وكل شيء، نتج على انه ولات حامله منه في اخر المطاف ما بانش للاثار. قصه حاجه وحده نقول لكم خوتي المغاربه، حداو راسكم، لان هذا اللايف راه ماشي الفرجه، ماشي تنديروا باش اننا الفرجه، بل اكثر من هذا تنديروا هذا اللايف باش انه تاخذوا منه العبره خوتي. ماشي اللي جا ضحك لك تثق فيه، غير اللي جا خطبك تثق فيه، ماشي اللي جا لداركم تثق فيه، فاحذروا عافاكم. هاك اختي قلنا شنو واقع. السلام عليكم خويا. اش نقول لك؟ هذا السيد تعرفت عليه بحالي بحال كاع البنات، تبعني، كنت انا واحد النهار في المارشي تما تعرفت عليه، ف يعني ما كانش معرفتي به طويله. واحد المهله قصيره قال لي بغيت نمشي لداركم، صافي عرفته بوالديا، عرفني حتى هو بوالديه بخوته. يعني ما تصاحبتيش معاه؟ لا، يعني معرفه مهله قصيره، ما عطانيش يعني فرصه تنكتشفوا. فبالتالي اكتشفت ان كيديرها للبنات بزاف يعني منهم واحد صاحبتي وعقت به. يعني كان باغي كان باغي جا دار راسو خطبها صافي، يعني تيقول لي كذا، صافي بدينا، قال لك نوجدوا العرس كذا، صافي يعني تيقني تيقت به بزاف. يعني بغيتي تزوجي به؟ اه. جا لداركم؟ جا حتى لداركم كاع؟ اه. جا لداركم، جا عند الوالد ديالك، جا عند كلشي، درتو قلتي درنا الملاك، درنا اه. او درتو حتى الملاك؟ عاودي لي يعني غير اللاكط اللي ما درناش. اللاكط اللي ما درتوش، علاش؟ يعني بقى تيقول لك عنده مشاكل مع في الحالة المدنية، حقا خصني نمشي لهادي نجيب هادي كذا، صافي بدا هكا بشوية بشوية. حنا هادي هذاك الشيء كيف والو، دغيا راه نهار ونقادو داك الشيء صافي. حتى كان بحال كتقول لك نهار غادي نقادو كل شيء، ما بينليش الغدر، يعني تنخرجوا انا وياه، اي حاجة بغيتها تجيبها ليا، يعني بحال شي راجل مع مراته. يعني كنتي بحال مزوجة به؟ اه. وفي اخر المطاف شنو وقع؟ حتى انه عرفتي انه ما وقع، يقدر يكون ان الغالب حجتو معاه، يقدر يكون وقع عليه شي حاجه، يقدر شنو وقع ليه من بعد فاش انك قلتي ليه كنتو درتو علاقه غير شرعيه؟ انا غلطت. غلطتي معاه؟ غلطت وندمت. ندمتي؟ ندمت حتى ندمت. شنو ندمتي؟ حتى ندم الزغب في راسي. شنو تقولي للبنات اللي كيجي واحد ما تيقوش ما تيقوش تبدل عليا؟ يعني صافي غير قضى الغرض ديالو صافي تبدل، بالاخص من يسمعني انا حملت. دابا انت حامله؟ اه. كاري في اخبار داركم؟ لا. ما قلتيش لداركم؟ لا. يعني خوتي المغاربه بان راه عيط صاحبتي. واخا، يعني خوتي المغاربه اصلا فاش بجينا نصوروا معاها هنايا، جيت للمنزه، منطقه المنزه، راه كارثه باش نصور معاها، ما كانش خاصو يشوفها خوها انني غادي معاها. فاخوتي المغاربه جيت عندها حتى 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 الدار ديال سي صديقه ديالها هنا في المنزه باش انني صورت معها. قالت لي، قلت لها شنو باغيه من هذا الفيديو؟ قالت لي انا بغيت غير شي واحد في لي كومونتير يكتب لي شنو ندير، واش ندعيه، واش ندير ليه، واش قالت لي ما البيبان تسدو عليا.
انا انت اللي وريتكم يديها تترعد، ولكن ما هي ما بغاش تبين وجهها، وقالت لي غادي يعرفوني خوتي قتلوني وغادي يقتلوه، وانا ما بغيتش خوتي يضيعوا. يعني الوضعيه ديالك هي تتهضر الثقه خوتي المغاربه، الثقه اللي البنت لا اللي خرج معها شي واحد وخلص على طاكوس صافي. للاسف ديروا بالكم اخوتي، هي شابه تتقرا جامعيه، راه ما قالش لي انا خارجه من السادس ولا الخامس مع احترامي الناس اللي ما كملوش قرايتهم، ولكن راه جامعيه. ها هي اخوتي المغاربه في اخر المطاف تفلع عليها شخص اللي جا من الباعها، وكاين هادو عندنا بزاف في المجتمع ديالنا، كاين اللي كيجيك يقول لك بغيت نتصاحب معاك، فاش ما تقولش لي لا تيدخلك بالزواج، تيق ياخذ غرضه تيقول لك الله يعاونك اختي، فاش ما بقاش كيتجاوب معاك وانت بديتي تتصلي شنو وقع؟ كل مره شنو تيقول لي؟ مره يقول لي بعدنا مسافر، مره يقول لي مريض، مره يقول لي بغيت يدير معايا شي حل. انت لهالدرجة كان كيقول لك بغيتك انت حبيبتي كان كي يعني لهالدرجة طلع ان يعني تصدمتي فيه بزاف. قولي للبنات شنو تقولي لهم؟ هضري مع خوتك البنات قول لهم ما تبقاوش تيقوا نهائيا، تيقه ما تكونش لا فاش تقراي دابا حياتك وقفات بوز وي فاش تقراي؟ كنت دايره كلية الآداب والعلوم الإنسانية علم اجتماع. شنو دير شنو دابا كاين وحده في الكومونتير قالت لك رجاء سميتها قالت لك دعيها اختي، خصك دعيه لانه هذا جا لدارك ومخطبك وكذا وكان موعدك وانت تقتي فيه، تقتي فيه ما كانش هكا اختي تمشي معاه. تقول لي لا دعيتيني ديري لي المشاكل خليه حتى تولدي ويكون خير، تقول لك بحال هكا. اه لا حول ولا قوه. يعني انت ما تشوفها مش ما تكذبيش على المغرب، ما كنتيش انت مصاحبه معاه؟ قلت لك معرفتي بقصيره، يعني انا متصاحبت معاه حتى قربنا صافي، بقى لينا غير اللاكط صافي. اللاكط قلتي لي جا خطبك من الدار؟ اه. جاب والديه؟ اه. حاولت تتواصل مع عائلته؟ اه مشيت عندهم للدار. اش قالت لك امو؟ كتقول لي الله يهديه هادشي ما كتقولي امو معاك ولا ضدك؟ انا حاسه بانه كيهضر مع شي وحده اخرى، عينو في وحده اخرى حتى لهالدرجه. اه زعما يكون انه عينو في شي بنت اخرى؟ اه يعني تغير معاك بطريقه بشعه؟ وي للاسف. دابا انا يدير معايا شي حل، غير يعترف بهاد الولد ونقدر نطلق. دابا انا جاني واحد بغى يتزوج بيا وما قدرتش نصارحو. جاك شي واحد بغى يتزوج بيك؟ اه. كيفاش عاودي لي؟ واحد صاحبتي كتعيش في بلدان الخليج قلبات لي على اماراتي، اه وبغاني هو، لكن هو ما عرفنيش اني يعني اني دابا عندي هذا المشكل، هذا ما عرفاش عندي هذا المشكل. يعني شنو قالت لك صاحبتك؟ قلتيها لصاحبتك صاحبتها؟ اه قلتها ليها. واش قالت لك؟ بقات مصدومة، قالت لي حاولي تشوفي شي حل. شنو غديري دابا؟ ما عرفتي شنو ديري دابا؟ لا انا كنتسنى بغيتو يعترف بهاد الولد وما ما يضيعش. انا ما وقعش كلمات كاع، ما وقعش كلمات. شنو قال لك هو؟ شنو قال لك اخر كلام هضرتي معاه؟ شنو قال لك؟ تقول لي كذا انا ما كناش متفقين انا وياك نحمل تحملي، ما كناش كل مره شنو تقول لي؟ ولكن سمحي لي
انت ما كاينش باغي تشديه، اش كاين بعض البنات لا نو 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 جامي، يوقع غلط. ها شنو كنتي باغي يعني جا غلط بحال هكا؟ اه ما عقلش عليك. وي وفين هي ديك حبيبتي وكبيتي تيجاوبك في التليفون مرة شي يقول لك شي يجاوبك؟ مرة يقول لي واخا، مرة ما يجاوبنيش، مرة يدور فيا، مرة تيدور فيك كاع. آه. شنو تيقول لك فاش يدور فيك؟ مرة يقول لي انا ماشي سوقي، مرة يقول لي دابا يكون شي حل، دابا مرة كل مرة المهم ما كتعرف شنو تحت راسك. تدمرتي اه انا بغيتو يدير معايا غير اللقط. لاحظت وطلقك اه المهم بعدا الولد ما يضيعش. ما جاش يطيحيه؟ لا انت ما فكرتيش انك وفكرت ولكن خفت نمشي نموت ولا ما بغيش نضيع داك. حرام عرفتي، حرام 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 عند الله، حرام. حرام ما نقدرش ما نقدرش انا بنتي وانت مازال صغيره والعمر قدامك وبزاف الامور حرام حرام. قلت لك نصيحه، داركم باي وجه تشوفيهم؟ هذا هو المشكل. كنفكر دابا انا وليت بحال شي متشرده، ما كنعش كنعش نهائيا. خصو يتحمل مسؤوليته، ما بغاش يتحملها. نتمنى توقفوا معايا ووقفوا معايا الناس. شنو الكلمة الأخيرة اللي بغيت تقول لخوتك المغاربة؟ نقول لهم ما يبقوش يتيقوا، البنات كاملة ما يتيقوش. شتي ما درش معاك اللاط وكذا، ما تيقيش عمرك تيقي انت عمرك تصاحبتي؟ ابدا. انا ما كنتش تنتيق نهائيا، وفاش تقتها انا جبتها في راسي، ما عمري تقت فيها. خطبتي راه ماشي زعما واخا خطبني ما كانش حق عليا نخطأ، ما كانش حق عليا نثق فيه، انا تقت فيه وندمت. مشيتي شي جمعية النساء؟ لا يعني الناس كاملين للأسف للأسف وما عندوش خواتات واللي يقول اللي درت لبنت الناس ندير يديروا اللي يدير لي لخواتاتي. ما تيفكرش هكا؟ ما عرفت شنو تقولي لي إذا شاف هذا الفيديو زعما الله وعسى قلبه يحن، يعني شنو تقولي لي؟ كنقول لي حاول تصلح الخطأ ديالك، وهذا الخطأ ديالنا بجوج خصنا نتحملوه. قلتي ليا قبل ما نختمو قبيله وانا تندردش معاك قدام صاحبتك، يلا فكرتني بها نيت دابا، صاحبتك فكرتني بها، قلتي ليا كاين كذاب. كيفاش؟ تكذب. كيفاش يكذب؟ اكتشفت واحد صاحبتي تاهي قال ليها نجي نخطبك، واحد النهار شافته معايا وهي تقول ليا فين كتعرفي هذا؟ قلت لها هذا راه يتزوج بيا، وهي تقول لي راه حتى انا بغيت يتزوج بيا من مورا ما عرفني انا. حتى لهاد الدرجة؟ اه للأسف الشديد. حتى واحد جارتهم قالت هادي. ايوا دعيت الله ياخذ فيه الحق. كلمة لخوتك المغاربة قبل ما نختم، متيقوش، مبقاش عندك الثقة دابا. نو نو لو كان رجع بك الزمان ما نتيقش، تقتي في شي حد عمري نتيق. مشاهدينا الكرام، هادشي كيطر في الخاطر، عافاكم بارطاجيو كلشي بارطاجي، لان راه هادشي يقدر يوقع ليا يوقع ليك يوقع اي واحد. للاسف الشديد هادشي كيحز في القلب، لا ثقه لا ثقه اخوتي المغاربه، لانه اللي كيجيك اليوم ضحك غدا تيبكيك. هاي جا ضحك وجا من الباب ودخل وخطبها، وفي اخر المطاف كان هم ديالو هو الفراش غير الناس معاها، فاش حملات ولا تيقطع عليها ومرة مرة تيدور فيها.
نقول لا ضرني خاطري من هاد اللايف بزاف، اقسم بالله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. هذا مشاهد كرام سنانية مباشرة، الامل لقاء بكم مباشر اخر. حاجة نقول لكم بارطاجوه، لان باش وليداتكم يشوفوا الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين، وليداتكم خاصهم يشوفوا هذا الفيديو باش انهم على الاقل على الاقل على الاقل ياخذوا العبره.